بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل شرح يونت 7 تكملة الدرس الأول والثاني اللي هي الجرامر القواعد. The present simple زمن المضارع البسيط. طبعا هناخد القاعدة بتاعته والنفي والأسئلة، ولما نيجي لحد إيه المبني المعلوم والمبني للمجهول. طبعا هنبدأ بإيه الضمائر الجمع. يعني أنا وي نحن، ويو أنت أو أنتم، وزي يعني هم. الضمائر الجمع دي طبعا الضمائر الجمع دي لما تيجي قبل الفعل بنحط في المصدر، زي كده I take، أنا بأخذ this medicine، أنا بأخذ هذا الدواء. This medicine هذا الدواء، أنا بأخذ هذا الفعل. طبعا جملة خبرية I take this medicine، أنا بأخذ هذا الدواء. مع النفي بنستخدم don't، يعني لا، بين الفاعل والفعل اللي هو تيك. يبقى تقول I don't أو do not، يعني ممكن تقول دي اختصار not. I don't take this medicine، أنا لا أخذ هذا الدواء. طب بالنسبة للأسئلة نقول مثلا هل أنت تأخذ هذا الدواء، بنقول do في أول السؤال، معناها إيه؟ هل، معناها هل. وأنت بتغيرها إلى يو أنت، أنا آي بتحولها إلى يو أنت، وبتجيب المصدر اللي هو تيك. طبعا نصها دونت مش تتحط. دو يو تيك، هل أنت تأخذ. دو يو تيك ذيس ميديسن، هل تأخذ هذا الدواء. ده اسمه سؤال بهل، وبنجاوب عليه بيس أو نو. طبعا لما نسأل بسؤال بكلمة استفهام، ما اللي هي بتبدأ ب دبليو اتش دي، ماذا وات، نقول وات. نفس الترتيب ده، لو هنا عندنا واحد وهنا اتنين وهنا تلاتة، يبقى يتزود كلمة الاستفهام تبقى ايه، واحد اتنين تلاتة اربعة الترتيب السؤال. يبقى نقول وات دو يو تيك، ماذا انت تأخذ يعني، ونشيل كلمة ايه هذا الدواء، وات دو يو تيك. طب بالنسبة للباسف، باسف يعني المجهول، مبني للمجهول. صيغة المبني للمجهول هنحول الفعل، احنا بنحول الفعل زي تيك الى الصيغة دي اللي هي ام او اس او ار زائد البيبي، يعني التصريف الثالث من الفعل اللي هو يأخذ ده. طبعا بنجيب المفعول، المفعول اللي هو هذا الدواء، بتبقى نبدأ بيها كأنها تبدأ فاعل، تبقى ايه مكان الفاعل، والفعل اللي هو انا ده بيبقى ايه مكان المفعول مكانها. والفعل ده تيك بنحولوه زي الايه الصيغه دي اللي هي ام او از او ار زائد البي بي التصريف الثالث. يبقى نقول هذا الدواء ذيس ميديسين، عشان دي مفرد بناخد معاها از، اللي هو ده اسمه فعل يكون، فيرب تو بي، ام او از ار فعل يكون، عشان مفرد نقول از. ونجيب التصريف الثالث من تيك ياخذ اللي هي ايه، تبقى تيكن، this medicine is taken، يعني يؤخذ هذا الدواء. عايزين نقول انا نخليها مفعول، نقولها بعد كلمة ايه حرف جر باي بواسطة مي، والمفعول من اي مي، المفعول من اي مي، يبقى باي مي. انا حاططها بين قوسين يعني ممكن نحذفها او نخليها. ناخد مثال تاني، عمرو بلايز فوتبول، عمرو يلعب كرة القدم. دي مكتوب على قصدها اكتف، يعني مبنيه للمعلوم كده، المبني المعلوم عشان احنا بنذكر الفاعل، مين اللي بيلعب كره قدم، عمرو مذكور، يبقى دي معلوم. طبعا ده مفرد في المفرد، لانه عمرو حاطين اس مع الفعل، مضارع بسيط والفاعل مفرد. هنخليها باسيف، هنقول نبدا بالمفعول اللي هو فوتبول از بلايد، ونقول إز عشان مفرد، وإن هنيجي نشيلين الإس هنا ونزود لها إيدي عشان ما فعل إيه منتظم، ونقول باي عمرو، أو ممكن لحد هنا خلاص. يبقى فوتبول إز بلاين، تلعب كرة القدم. المثال الثالث، زي فيد ذات شيكنز، يعني هما بيطعموا الفراخ، بيوكلوا الفراخ. دي معلوم ليه أكتب ليه، لأن فيها ضمير زي يعني هم مذكور، مين اللي بيوكل الفراخ، هي بهم. نبدأ بالمفعول مين، ذات شيكنز نكتبها في الأول. طبعا دي جمع ناخد لها ار،
ونجيب التصريف الثالث من فيد يطعم، فيد اف اي دي بس، وبعدها باي والمفعول من زي زم، ودي بس يعني مبنية. المفرد، ضمائر المفرد عارفين انها هي وشي وات، هي يعني هو، شي يعني هي، وات يعني هو او هي لغير العاقل للجماد والحيوانات. ناخد امثله، هي بلايز فوتبول. ليه انا حطيت اس هنا؟ عشان انه الفاعل مفرد وفي زمن مضارع بسيط، هو يلعب كرة قدم. طب عايزين نسأل عليه سؤال، هل هو يلعب كرة قدم؟ نقول داز، يعني داز يعني هل، ونجيب الفاعل. الترتيب كده لازم نلتزم بالترتيب ده. الأسئلة داز، بعدها هي هو، بعدها المصدر، الفعل في المصدر يعني نشيل منه الاس. داز هي بلاي، هل هو يلعب فوتبول كرة القدم؟ نعمل علامة ايه؟ سؤال، علامة استفهام. في النفي نقول هي دازنت، هو لا، يبقى دازنت يعني لا، هو لا يلعب كرة قدم. في الأسئلة سؤال اللي هو بكلمة استفهام، وات داز هي بلاي، ماذا هو يلعب، وات داز هي بلاي. المبني المجهول باسيف، برضو نفس الكلام اللي كتبناه الصفحة اللي فاتت، ام از ار زائد بي بي، يعني التصريف الثالث للفعل. هي دازنت بلاي بالتنس، هو لا يلعب، لا التنس، لا يلعب تنس. نبدأ بالمفعول اللي هو التنس في الأول، وهنا منفية، التنس بقى أصبحت مفرد، الفاعل هنا، الفاعل هنا جديد مفرد، يبقى ناخد له إز. الجملة الخبرية منفية، نوت دي نزل إن أبوستروف تي أو نوت هي هي، إن أبوستروف تي أو نوت هي هي، يعني ليس. إيزنت، ونجيب التصريف الثالث من بلاي، نزود له إيدي عشان فعل إيه منتظم. وعايزين نقول هي، نقول هم المفعول منها وقبلها باي، أو نتركها أما نحذفها. سؤال اتنين، دو يو بليز دو بيبل، هل الناس سبيك تتحدث انجليش، انجليزي، ان بريزل، في البرازيل. هنحولها للمجهول، هنعتبر دي مش موجودة كده، يبقى بيبل سبيك انجليش، الانجليزي هي نجيبه في الاول انجليش عشان مفعول طبعا، وايه هنكتب عشان مفرد is، المفروض هنا is انجليش is كده هنا. طب عشان سؤال هنجيبها في الاول، ننقلها من هنا لهنا، is انجليش، ونجيب التصريف الثالث من speak، يتحدث spoken in Brazil، في البرازيل، هل الانجليزي يتكلم في البرازيل. اكسرسايز من كتاب المعاصر، كومبليت ذا سنتنس، اكمل ايه الجمل الاتيه. الفعل اللي بين قوسين ده هنصحح الصيغه بتاعته. هنا عندنا ذا ناشونال بارك، الحديقه الوطنيه او القوميه. نقط فيزيت، ودي معناها يزور. كومبليت ذا سنتنس، اكمل الجمل الاتيه. الفعل ده بين قوسين هنعمل هنصححه. طبعا هنقرا الجمله دي، ذا ناشونال بارك، حديقه قوميه، وهنا باي، لما نلمح باي يبقى الجمله دي مبنيه للمجهول باسف. هنكتب الفعل ده ونزود له ايه، اي دي، نخليه تصريف ثالث. طبعا وقبلها از، قبلها ايه، از، از كده فيزيتد، از تزار. طبعا اللي بتدلنا على ان الجمله مبنيه مجهول باي، ماشي. هنا مفرد هنجيب is، ونجيب الفعل ده ليزور نزود له ايدين. اتنين، these pictures، هذه الصور، are برضو هنا by، يبقى نعرف انها جملة بس مبنية مجهول. نجيب هنا موجودة are، نحط ايه اللي هو ايه، taken، يأخذ هنا التصريف التالي بتاعه ايه، taken، تؤخذ، الصور تؤخذ بواسطة الايه، my sister. تلاتة، طب ما why isn't جبل علبة، لماذا جبل علبة، ادي ايه، وباي برضو مبنية مجهول، وهنا is ومنفية عشان سؤال، يبقى دي نحوش منها ال ing ونقول ايه، ed، تصريف تالت للفعل، visited، visited. اربعة، hundreds of date palm trees، مئات اشجار النخيل، is جرون، تزرع هنا، هنا هنا تصريف تالت موجود اهو، يبقى از. طبعا هنا مئات الاشجار يبقى جمع، يبقى حول از الى ايه، ار.
my room doesn't tidied. يبقى نقول my room is ونوت دي منشيل does ونوت دي هنخليها برضو مكانها not isn't ونجيب التصريف من ايه tidy يبقى tidied كده. يعني الواي دي تتغير الى اي ونحط الاي دي بتاع الماضي. التصريف الثالث these habitats هذه البيئات found at the top and the bottom of the earth هذه البيئات موجودة في أعلى وأسفل الأرض. هنا نقول إيه دي جمع ماشي نقول يبقى آر بس كده آر. وادي التصريف الثالث اللي هو found نشيل الأقواس ونكتب found. التصريف الثالث من يجد. سبعة our beaches are visited يعني الشواطئ بتاعتنا تزار. موجود التصريف الثالث المبني مجهول الفعل موجود كله. يبقى احنا ناقصين هنا الحرف الجر ده بنكتبوه باي بواسطة الاف thousands of tourists الاف السياح every day كل يوم. والى اللقاء في فيديو اخر ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتدعمونا عشان ايه نبدأ نكمل بقية المنهج. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.